مشاهدينا، اللقاء الاخير لليوم بجمعنا بعلاء ابي رزق، خبير صحه حيوانيه اختصاصي بالامراض الفيروسيه واستاذ محاضر بجامعه الروح القدس بالكاثوليك. صباح الخير دكتور ابي رزق. صباح الخير. بالبدايه ما فينا ما ننوه للمبادرات الفرديه اللي عم بتصير خاصه بقطاع الحيوان، قطاع الدواجن، الابقار، الاغنام يلي عم نشوفها وين ما كان اليوم، والتوجه لكتار من الاشخاص حتى اللي عندهم اراضي صغيره لهذا القطاع، وبنقول يا ريت من زمان. اليوم باللقاء معك رح نطرح المشاكل والحلول يلي هالقطاع بيعاني منها من قبل الكوفيد 19، وهلا مع الكوفيد 19 وهيدا التوجه يلي عم بصير عم تكتشفوا بعد مشاكل اكثر واكثر، ولكن ما فينا نحكي عن المشاكل بدون ما نطرح حلول لكثير من الاشخاص يلي عم بتابعونا، لانه كل شيء له حل، خاصه ببلد مثل لبنان عن جد مفروض ثروته تكون عم بتنمي وعم تنمى، وللاسف للشيء ما صار لا قبل ولا صار اليوم. مزبوط. إذا بدي أعطي شوية صغيرة أرقام وتعريف للمشاهد، نحن وين موقعنا بالثروة الحيوانية؟ نعم. نحن عم نحكي عن تربية دواجن بحدود 90 مليون طير فروج، وهو المصدر البروتيين الحيواني الوحيد المنتج 100% بلبنان. بيعمل اكتفاء ذاتي للمستهلك اللبناني رح نقول قرب 90 ل 100%. بيلحقوا قطاع الابقار، لبنان بربي بحدود 80 ألف بقره حلوب، هودي ما بيكفوا حاجه البلد، يعني نحن عندنا اكتفاء ذاتي باللعب الحليب لحد 30%. واذا بدنا نحكي عن ابقار اللحمه ما عندنا اكتفاء ذاتي ابدا، يعني فوق 86% من اللحوم اللي بنستهلكها، اللحوم الحمراء الابقار مستورده من برا، والباقيين هن ابقار نحن جايبينها من برا، ربيناها شهرين ورجعنا ذبحناها. وعندنا كمان قطاعات تانية مثل الغنم، عندنا بحدود 500,000 راس، والمعزة كمان 500,000 راس، يعتاش منهم ألوف من العائلات اللبنانية. سو هيدا قطاع كتير يعتبر مهم، وفيه بقلبه بوتنشل كتير مهم للمستقبل، خاصة أنه فهمنا نحن أنه لازم ننتقل من اقتصاد ريعي لاقتصاد إنتاجي. تنعرف شغله كمان، انه كل بلدان العالم المتطوره، اذا كنا عم نحكي فرنسا، المانيا، امريكا، هالبلدان المتطوره عندنا اكثر من 40% من شعوبها العامله تشتغل بقطاع الزراعه. سو تنوصل لاقتصاد يكون اقتصاد متين واقتصاد مستدام، لازم يكون في فئه كبيره من الشعب اللبناني عم تشتغل بالزراعه، ان كان ثروه حيوانيه او ثروه نباتيه. هيدا نعم دكتور أبي رزق، نحن نعتبر وضعنا جيد؟ يعني هلأ بعد ما قلت الأرقام، لو ما عنا اكتفاء، هل نحن عم نروح على الإكستريم لنستفيد من ثروتنا الحيوانية؟ نحن وضعنا منه جيد بأي ناحية، يعني نحن ما عنا اكتفاء ذاتي بأكثر من 80% من السلع الحيوانية، وهيدي شغلة عاطلة، بس كمان فيها ايجابيات، انه حيالله استثمار بالثروه الحيوانيه اذا انشغل مظبوط يعتبر استثمار ناجح، كسب يعني ربح. اكيد في مشاكل، هلا بنحكي شو المشاكل تنقدر نوصل لنحن نستثمر، بس البلد بيحمل، يعني نحن البلد بيحمل يكون بعد في مزارع ابقار حلوب، ابقار للحمه، بيحمل يكون في مزارع سمك، لانه نحن اتفاقنا الذاتي 40%، يعني بعد عنا مجال 60% نقدر يكون عنا بعد أسماك. دكتور أبي رزق، خلينا نبلش نطرح المشاكل يلي بعاني منها هذا القطاع لحتى نختم أكيد بالنهاية مع الحلول يلي حضرتك رح تطرح لنا إياها. نعم. هلا في مشاكل تقليديه رح اقسمها بين مشاكل اللي هي قبل الازمه الاقتصاديه وقبل الكورونا فيروس اللي تزامنوا مع بعضهم وزادوا الوضع سوء نسبيا بلبنان وبتمنى يخلصوا بسرعه، وبنحكي عن المشاكل اللي هلا عم نواجهها. القطاع الزراعي، قطاع تربيه الحيوان بالتحديد، بيعاني من عده مشاكل، علما انه صار في كثير مبادرات من الدوله او من منظمات دوليه او مؤسسات خاصه لتدعم هذا القطاع. أول مشكلة عنا إياها هي سوء إدارة المزارع، يعني نقص خبرة بتربية الحيوانات. ثاني مشكلة عنا إياها هي أنه كل
المواد اللي لازم نستعملها لتربيه الحيوان هي مواد مستورده، يعني ان كانت الاعلاف ولا ان كانت الادويه هن او حتى ايام الحيوانات الصغيره هي مستورده. وكل عمره كمان يكون عندنا مشكله كثير مهمه هي المنافسه، يعني اذا بدنا نعطي مثل دواجن لبنان، لبنان بينتج دواجن بكميه كبيره، بس للاسف ايام عم يستورد من برا كميات، تصير في كساد بالسوق اللبناني، وساعتها المزارع اللبناني ما عم يقدر هو يسوق ويبيع المنتج تبعونه. هودي هن المشاكل تقريبا التقليديه قبل الثوره وقبل الازمات وقبل ما نحكي عن الكورونا فيروس. هلا عندنا مشكله اكبر بكثير. اول مشكله هي الغلاء الاسعار، يعني نحن عم نحكي اذا بدنا نعطي مثل تون علف بكلف 300 دولار مثلا، 300 دولار كانت قيمتها 450 الف ليره وهيدا اعلاف مستورده، حتى معامل العلف بلبنان مضطره تستورد الحبوب من برا، هلا صارت عم تستوردها تقريبا بسعر ثلاث مرات اغلى، عم بيصير في مشاكل انه المزارع ما عم يقدر يشتري اعلاف وما عم يقدر يشتري ادويه، وهيدي الشغله عم بتخلي يصير في عندنا نحن ارتفاع كثير ملحوظ باسعار اللحمه، باسعار البيض، باسعار الحليب اكسترا. سو هيدي هي المشاكل الاساسيه، علما انه لبنان مناخه وطبيعته وخبرته بالمجال عاليه جدا، يعني نحن عندنا كثير اطباء بيطريه بالبلد مؤهلين ومتخصصين، عندنا كثير مهندسين زراعيين متخصصين بالثروه الحيوانيه، وعندنا نحن مناخ اللبناني اللي بيناسب لتربيه كل الحيوانات، يعني فينا نحن نربي سمك، فينا نربي ابقار، اغنام، ماعز، دواجن، ارانب، كل الانواع الحيوانات اللي ممكن تكون صالحه للتربيه نقدر نربيها بلبنان. للاسف عن جد، ومثل ما قلت لسوء لحسن الحظ كمان انه هلا الاشخاص اللي يمكن عن جد عندهم شوي حتى من الخبره بهيدا المجال فيهم يوسعوا هيدي الخبره بانهم يستثمروا بهيدا القطاع، ورح نقول اكيد بنهايه اللقاء معك كيف وين ببلشوا. ولكن سؤال ما في ما اطرحه عليك دكتور ابي رزق، لانه دائما بنحب نكون عم نحكي اشياء ايجابيه، نحن بلبنان هل ما بعرف طبيعتنا بتساعد لانه نكون عم نروح على هذا المجال اكثر الاستثماري، ولا هيك قطاع وين ما كان في واحد يكون عم بيستفيد منه، او لا نحن عندنا بلس لانه يمكن طبيعتنا ومناخنا هيك مثل ما هو؟ موقعنا الجغرافي بحوض الشرق المتوسط، موقعنا الجغرافي جدا مهم ان كان تكنيكلي كرمال التربيه وان كان للتجاره. انا بدي اعطي مثل، بلبنان بنقدر نربي اسماك خاصه على ضفاف الانهار او بالمناخ بيناسب جدا، علما انه البلدان العربيه اذا بدنا نعطي مثلا يمكن السعوديه او عم نحكي الامارات او غير بلدان مشوبه ما بتقدر تربي، يعني في بوتنشل نحن نربي اسماك، واكيد نحن بنقدر نصدر الفائض للبلدان العربيه المجاوره اللي ما عندها الامتيازات الموجوده. ذات الشيء للابقار والاغنام والماعز، خاصه الابقار، الابقار بتحب درجات حراره تقريبا 15 درجه، يعني البلدان المشوبه رح تكون كلفه انتاج الابقار للحمه وللحليب رح تكون غاليه كثير بالبلدان العربيه او بافريقيا. نحن نقدر نكون عم نربي ابقار واغنام، وبالمستقبل يصير حتى لبنان بيقدر يصدر هيدي السلع للبلدان المجاوره، يعني نحن عم اذا بدنا نطلع للمستقبل القريب اكيد تربيه الحيوانات رح تكون شغله جيده، لانه صار في عندنا مشكله امن غذائي بالبلد من وراء غلاء الاسعار، واكيد بالمستقبل البعيد نحن قادرين نكون عم ننافس ونقدر نصدر للبلدان المجاوره. من وين بنبلش دكتور ابي رزق لكل الاشخاص اللي هلا عم بتابعونا وحابين انه يكونوا عن جد عم بيروحوا على هيدا الاتجاه؟ نعم، انا بشجع كل المستثمرين او كل الاشخاص اللي حابين يعملوا استثمار مضمون، يعملوا استثمارات بالزراعه وبالصناعه. هلا انا عم بحكي عن الثروه الحيوانيه، حيالله قطاع ان كان اغنام او ماعز او دواجن او ابقار او اسماك هن اكيد بده ينعمل دراسه الواحد ليشوف الجدوى الاقتصاديه، بس لوضع البلد وخاصه انه ما عندنا اكتفاء ذاتي بكل هيدي السلع، انا بشجعهم، وفي كثير مبادرات عم بتصير هلا بظل هالازمات الكورونا واكسترا، في عالم عم تستثمر وعم تطلع كرمال لتكبر هيدا الانتاج. هلا هيدا الانتاج كمان ليكون
مربح او ليكون في له استدامه معينه، في عندنا شغله كثير مهمه هي موضوع الاعلاف اللي بتكلف تقريبا 60 ل 70% من كلفه الانتاج، وهيدي الاعلاف كلها مستورده من برا خاصه الرو ماتيريال تبعولها. للاسف لبنان عم يتطلع، انا بقدر اعطي اكزامبل، نحن بجامعه الروح القدس الكاثوليك بكليه الهندسه عم نعمل بروجكتس مشاريع تنعمل استنبات للعلف بطريقه مكثفه بغرف مكثفه تنقدر نحن نوطي الكلفه ونجرب نخفف شوي استيراد المواد الخام من برا. في على امل ما تدل دراسات يعني وتكون الوزاره عن جد عم تستفيد من البروجكتس والابحاث يلي دائما لحسن حظنا عم بتصير بالجامعات ولسوء الحظ ما عم تتطبق على الارض وما عم بيستفيدوا الوزارات المختصه والجهات المعنيه من هالمبادرات الطلابيه اللي بتاخذ العقل. انا بقدر اكد لك انه هودي المشاريع هلا عم يبنوا بثلاث مزارع اختباريه، في مزرعه بعكار ومزرعه تذكرهم كلهم، مزرعه بعكار ومزرعه بشبال ومزرعه بالمتن، اخذنا ثلاث نقاط مختلفه شحلو. وعم نعمل عم نعمرهم وبلشنا نحن ابحاثنا بالجامعه نعمل استنبات لندرس قديش فيهم بقلبهم غذاء بروتيين وفايبرز اكسترا، وبلشنا كمان نطبقهم على ثلاث مزارع اختباريه، واكيد نتائجنا واكيد ابحاثنا جامعه الروح القدس الكاثوليك ما بتبخل ابدا، وتعاوننا مع الوزارات كلها دائما عريقه وقديمه، ونحن مستعدين نحط كل خبراتنا وكل اللي عم نعمله كمان ليكون للمنفعه العامه. نعم دكتور ابي رزق، هيدا البحث او المشروع يلي عم بتقوموا فيه هو حل من الحلول يلي رح يخلي كلفه هيدا الاستثمار يمكن تكون اقل وتشجع اللبنانيه مثل ما قلت يلي هلا عن جد عم بيكونوا موجهين على هيدا القطاع يكونوا عم بيقووا قلبهم اكثر. شو كمان في حلول ممكن تكون عم تتقدم؟ نحن كمان لبنان فيه طاقات علميه وبشريه عاليه جدا، وفي كثير عالم كمان هلا، ونحن كمان بالجامعات بنشتغل على تصنيع واكتشاف الادويه الزراعيه، والادويه الزراعيه ان كانت بيطريه وان كانت زراعيه للنبات، وكمان اللي هلا نحن عم نشتغل عليه كمان اللي هو خطه مش رح نقول طويله الامد متوسطه الامد، هو تصميم لبناني 100% لمزارع ذكيه. مزرعة ذكية يعني نقدر نحن نتحكم بهيدي المزرعة كلها سوا عبر الكمبيوتر، ونقدر نتحكم بأصغر بارامتر موجود بهيدي المزرعة كرمال لما نوصل لمشاكل ما نقدر نعمل لها حلول. يعني عم نخلق نحن أنظمة حديثة بتخلينا نعمل مونيتورينج قبل ما يصير في عنا مشاكل، لأنه كل مشروع ليكون ناجح بالتربية الحيوانية بده يكون له إدارة جيدة. إدارة جيدة يعني إدارة الأعلاف، إدارة الصحة الحيوانية، وإدارة الظروف البيئية والمناخية اللي بيربى فيها هيدا الحيوان، ونحن كلها عم نجرب نغطيها وعم نعملهم تطبيق على الأرض، مش بس رح تضل أبحاث على أو على ورق بقلب الجامعة. دكتور أبي رزق، برأيك المبادرات الفردية يلي عم بتصير جيدة، لأنه عم نسمع بمطرح من المطارح تشجيع من أشخاص اختصاصيين على هيدا الشيء، وبمطرح تاني عم نلاقي عمليات إحباط خليني أقول أنه إذا جبتوا بقرة وجبتوا معزية وربيتوا كم دجاجة قدام البيت ولا نهار رح يستفيد هيدا القطاع أو رح تستفيدوا أنتو أو رح يكون حتى عندكم اكتفاء ذاتي. بمطرح من المطارح منفهم من الأشخاص اللي ممكن حابين يشوفوا مبادرات على مستوى أعلى وعلى مستوى وزارات وجهات مختصة أكثر، بس كمان ما فينا ما نقول أنه يمكن هول المبادرات مفيدة بمطرح من المطارح. أكيد هالمبادرات مفيدة جدا، وهيدي أصلا من تقاليدنا نحن اللبنانية، كل عمره اللبناني من سنين لورا بيربي بقره او بيربي دجاج، بس بدنا ننبه على شغله كثير ضروريه اللي هي نحن بنسميهم المزارع الغير متخصص. هلا في عالم اكيد ما عم تروح كثير على اشغالها من وراء الكورونا، بلشت تربي حيوانات، بدنا ننبههم انه الحيوان هيدا ما فينا نحن نتركه، يعني بكره بس يرجع تخلص ازمه كورونا ونرجع على الشغل، هول الحيوانات بدهم ياكلوا، هول الحيوانات بدهم يشربوا،
وفي شغلة كتير ضرورية نعرف أنه هيدي الحيوانات كمان بتلقط أمراض وممكن تكون أمراض سارية بين البشر، مشان هيك بدنا ننتبه كتير منيح بس نكون عم نربي نحن إن كان دواجن أو أبكار أنه دائما نستعين بالخبير، يعني نسأل نحن البيطري الموجود بالضيعة أو بالمنطقة الموجود فيها أو أصحاب الاختصاص طالما يصير في عنا مشاكل. ونحن بهيدا الموضوع كمان إذا بدي أحكي عن مبادراتنا نحن عم نعمل نحن مثل بحث وتوعية على موضوع الحمى الملطية اللي تضرب الغنم والبقر والمعزة. هيدي الحمى الملطية أول شيء رح تكون مشكلة للحيوان لأنه ممكن يتوفى الحيوان، ورح تكون كمان مشكلة لهالأشخاص الغير متخصصين. عم نجرب نعمل لهم توعية، وحتى عم نجرب نخلق فحوصات زهيدة جدا 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 كرمال بس لنأكد أنه هذا الحيوان خالي من هذا المرض أو موجود هذا المرض وكيف ممكن هو يعالج إكسترا. سو بدي نبه المشاهدين أنه كتير مهم نربي حيوانات، بس الحيوانات التربية تربى في الخارج، حيوانات التربية ما منخلي نحن أولادنا يكونوا in direct contact وياهم كل الوقت. يعني ابني في قرب على الحيوان بس بدي انتبه أنه غسله إيديه، انتبه أنه هذا الحيوان بالنتيجة ممكن يكون عم يلقط أمراض نحن بنعرفها بس نحن بالمزارع أكيد عندها أخصائية بيعرفوا كيف يعالجوها، بس بدنا هيدي ننبهها الموضوع. وما بدي خلي العالم تخاف، الدجاجة ما رح تسبب لي مشاكل، البقرة ما رح تسبب لي مشاكل إذا نحن فعلا اهتمينا فيهم بطريقة تكون طريقة موضوعية. وإذا عنا حيلا شك نتصل بطبيب بيطري أو بخبير ينصحنا شو لازم نعمل. دكتور أبي رزق، السؤال الأخير يلي بدي أطرحه عليك يمكن ما كنا محضرينه تحت الهواء، بس عن جد ما قادرة أختم الفقرة بدون ما أطرحه عليك، لأنه بحس بقلبي أنا شخصيا وبعتقد كتار من اللبنانية منا منحس هيدا الشيء، قديش التوجيه المهني يلي عم نعاني منه و بلبنان من فقدانه أو خليني أقول لقطينه من طرفه، كان بمطرح من المطارح عم بوجه كتار من الطلاب بآخر سنينهم الدراسية بالمدرسة على مجالات صارت ساتوري أو ما بقى في مجالات للشغل فيها، بمطرح من المطارح بيأسف يعني عن جد بتأسف كتير أنه بهيدا القطاع يمكن كتير قليل الأشخاص اللي بيتوجهوا عليه، وليك اليوم نحن لشو بحاجة؟ نحن لبحاجة لناس مثلك أكتر وأكتر لحتى ننهض بهيدا الوطن بظل الظروف اللي عم نعيشها. شو بتقول لكل طالب هلأ خلصت سنته الدراسية بالمدرسة والسنة الجاي منه عارف بعد شو بده يعمل؟ أنا بقدر أوجه لكل طلاب لأنه أنا أستاذ جامعي، بقدر أوجههم أنه كل شيء نحن بنسميه بوليتكنيك، يعني مش عم نحكي القطاع المهني اللي هو قطاع كثير مهم، عم بحكي بالجامعات، كل شيء بوليتكنيك يعني الهندسة هو شغلة كثير مهمة ومطلوبة بالبلد، عم نحكي على القليلة ل 30 40 سنة لقدام. وجامعة الروح القدس الكاثوليك استراتيجيا دمجت كلية الهندسة التقليدية مع الهندسة الزراعية، صرنا كلية وحدة. يعني إذا هذا الشخص قرر يعمل ميكانيكال انجينيرينج، يعني فور اكزامبل مهندس ميكانيك، ممكن يكون عم بيفيد قطاع الزراعي بتصميمات معينة لها علاقة بالزراعة طبعا، أو عم يعمل هندسة زراعية رح يستفيد تلقائيا كمان من هندسة الكمبيوتر وهندسة الميكانيك والكهرباء، لأنه كل برامجنا نحن صارت موجهة مش بس للزراعات التقليدية نعلمه كيف يزرع ويفلح ويربي الحيوان أو يطبب حيوان، كمان بلشنا ناخد مبادرات لنخترع نحن مكانات ولنخترع ونصمم نحن سيستمز معينين كرمال نواكب نحن تطور العالم وتطور البلد. وأنا بدعي الطالب اللبناني ياخذ بعين الاعتبار الاختصاصات كلها مهمة، كثير مهم يعمل الاختصاص اللي بحبه هي أكيد، بس كمان ياخذ بعين الاعتبار اختصاصات الهندسة، خاصة عم نحكي هندسة زراعية، هندسة نسميهم الأكل يعني الفود انجينيرينج الأغذية، عم نحكي عن هندسة الميكانيك، هندسة البتروليوم، هندسة الإلكترونيك، هندسة الكمبيوتر، هندسة الاتصالات، كل شيء هندسي
بالبلد من هلا ل 40 سنه لقدام رح يكون نحن بحاجه له. واكيد الاختصاصات الباقيه ان كانت الهندسه المعماريه وان كانت الفلسفه والفن كلهم مهمين، بس كمان بطلب انه الطالب اللبناني ياخذ شوف فرص العمل اللي متواجده بالبيئه اللي نحن فيها. الفرص العمل كثير كبيره لانه نحن الشعب اللبناني وعي اخيرا انه نحن ما بقى فينا بس نكون عم نشتغل باقتصاد ريعي مهندسين واطباء ومحاميه وبس، ولا بدنا كمان شباب تقول انا مستعد البس جينز وكون بالحقله او كون بالمزرعه او كون بمشغل معين عم بشتغل بايدي. سو كثير مهمه، وهون رح يكون في مستقبل للمصاري. نحن عالم تقلنا من شباب وصبايا بيلبس كرافات وبيحمل شنطه وبيروح على مكتب، بدنا نحن شباب تكون عم تلبس جينز وتكون عم تشتغل على الارض، لانه هيدي الخبرات اللي نحن بدنا اياها. يعني البلد بحاجه اللي ناقصتنا بالفعل. ومع انك لابس انت اليوم قميص ابيض ولكن اكيد نحن بنعرف انه عن جد بمطرحك دكتور ابي رزق عم بتكون عم بتروح على الاكستريم، ان كان بالتطبيق على الارض مثل ما قلت، وحتى كمان من خلال الطلاب يلي عم بتواكبهم. شكرا كثير على كل الخبرات يلي شاركتنا اياها، على كل الامل يلي اعطيتنا اياه بالفعل، بانه بمطرح من المطارح هذا القطاع فيكون متنفس ونافذه امل لنا بلبنان افضل. كلمة أخيرة، أنا بدي أقول لكل الشعب اللبناني الكل عم يسمعونا، ما نفقد الأمل، لأنه نحن عنا ثروات طبيعية وثروات بشرية بتقدر تخلصنا من الأزمات الاقتصادية اللي قاطعين فيها على المدى المنظور. يعني أنا في عالم بتقول بدنا 10 سنين لنقطع الأزمة، أنا بقول لهم لا، إذا بالتكاتف وبالبروبر اورينتيشن من الجامعات ومن همة الشعب اللبناني والمستثمر اللبناني نقدر نقطع من هالأزمة بسرعة. شكرا كثير لحضورك معنا دكتور علاء ابي رزق، واكيد برجع بذكر حضرتك خبير صحه حيوانيه واختصاصي امراض فيروسيه واستاذ محاضر بجامعه الكاثوليك روح القدس كاثوليك. اكيد لهون مشوارنا ببرنامج يوم جديد مشاهدينا بكون وصل لنهايته. بكره زملائي وانا من رفقكم اكيد مثل كل يوم بتمام الساعه 8:30 ولغايه الساعه 11:30 مع ضيوف فقرات واكيد مواضيع بتهم كثار يلي بتابعونا يوميا ببرنامج يوم جديد. من فريق العمل بدي ودعكم واتمنى لكم بدايه نهار لهلا اشخاص يلي هلا بلشوا نهارهم، ونهايه نهار او كفايه نهار حلوه اذا بلش حلو، وان شاء الله اذا كان مبلش هيك على نوت مش كثير حلوه يجلس شوي مثل ما هالطقس جلس وخف الشوب وانكسرت حراره الشمس، وان شاء الله هيدا الهواء يلي عم بيخلي شوي نتنفس افضل يكون عم بي يعني يتوجه عليكم بشكل حلو ويخلي نهاركم يكون احلى واحلى دائما، وايامنا كلها تكون احلى واحلى، ونخلص من كل هالازمات الكثيره يلي هيك فرد مره نزلت علينا. بنشوفكم بكره، باي.